يعد أهالي الحسكة أيام العطش التي اقتربت من 70 يوما ولا حلول في الأفق لأزمة مياه الشرب مع استمرار الاحتلال التركي بارتكاب جريمة قطع المياه وإيقاف الضخ من محطة علوك. الجريمة التي تسببت بحرمان الأهالي من مصادر المياه الآمنة والنظيفة ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة مع وجود مخاوف من ارتفاع حالات الإسهال والكوليرا في المدينة وريفها دون غيرها من مدن المحافظة. شلون بدنا ندبر امورنا من المياه؟ اليوم صارنا 70 يوم صار يجي المي، فهمت علي؟ شو مو نظيفة عم نشتري منها، سعر البرميل 13,000 يعني، ومو نظيفة ومو معقمة، وخصوصا بانتشار مرض الكوليرا يعني حاليا، فهمت علي شلون؟ احنا ناشد اخواننا واصدقائنا الروس والصليب الاحمر والهيئات والمنظمات الدوليه انه تشوف لنا حل يعني لهالموضوع. يشتري من صهاريج وما نعرف حقيقه الميه هو مي صالح للشرب او لا. الوقت اللي هلا فيه امراض الكوليرا، الكورونا، الاسهالات، الاقياءات، يعني امراض خاصه بالخريف يعني تتكاثر. يعني صارنا شهرين عم نعبي من الابار ومي الخزانات تجيبها الصهاريج ما نعرف مصدرها من وين. عم نطالب المنظمات انه يتصرفوا ويلاقوا لنا حل على المي للشرب، مي صالحه للشرب. ازمه مياه خانق، عالم كلياتها تعبت مرضت من المي، صرنا نشرب حي الله ونجيب حي الله، مصادر مو معروفه ومو موثوقه مصادر المي اللي ندبر حالنا فيها. وشكلت الأزمة عبئا ماديا إضافيا على الأهالي الذين باتت الصهاريج ومياه الآبار مصدرهم الوحيد للحصول على المياه، في ظل تواصل المطالب بحل المشكلة وإعادة ضخ المياه من المحطة مجددا. يوميا من 15 إلى 17 المي يوميا، هاي كلها مو منا تروح، مو من الاقتصاد تروح كم عذر. هذا صار مصروف ثاني، فهمت علي شلون؟ صرنا نفكر بالمي مثل ما نفكر بالاكل والشرب، الله وكيلك. نطالب هالمنظمات، الدوله هنا، اخواننا غادي باي جهه ثانيه المعنيين على هالشيء انه يوفرون هالمي، لو بالاسبوع مره، بس مره واحده ما اريد اكثر. ناشد المنظمات الدوليه، ناشد اصدقائنا الروس، ناشد الحكومه التدخل لحل مشكله المي بمحافظه الحسكه، يعني مشكله صارت كبيره. على مستوى المحافظة، على مستوى الأطفال، على مستوى والأمراض والوباء يعني أمور كثيرة المي هي تحلها. تقترب الحسكة من الدخول في أكبر فترة انقطاع مياه بعد 90 يوما التي قطعت فيها في الصيف الفائت، وسط مخاوف من تحول الأزمة الحالية إلى أزمة دائمة في ظل انعدام أي بوادر لحل المشكلة وصمت مستمر من المجتمع الدولي. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة.